إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. صباح النور، صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. إذا متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والبنزين؟ متابعينا الكرام، كيف ما كنعرفوا كاملين كاين واحد الارتفاع متابعينا الكرام في ثمن المواد الغذائية متابعينا الكرام، وكذلك في البنزين. شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول هذا الارتفاع متابعينا الكرام؟ صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. هشام، هشام خويا، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إن هذا منكر. إذا متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع المواد الغذائية متابعينا الكرام، وارتفاع ثمن البنزين؟ ليسانس وصل 12 درهم متابعينا الكرام، بينما المواد الغذائية كلها تزاد في الثمن، بينهم الزيت، الزيوت، بزاف بزاف المواد الغذائية، القطاني، بزاف الحوايج متابعينا الكرام. شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع متابعينا الكرام، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية متابعينا الكرام؟ صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. إذا متابعينا الكرام، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين اللي وصل ليسانس 12 درهم والمازوط 10 درهم متابعينا الكرام؟ فصباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تي في. إذا فكنتمنى متابعينا الكرام أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، صباح الخير للجميع، متابعينا شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية متابعينا الكرام؟ كاين واحد الارتفاع في ثمن المواد الغذائية متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول هذا الارتفاع؟ كذلك كاين ارتفاع متابعينا الكرام في ثمن ديال البنزين، ليسانس ولا المازوت؟ اسمعي خويا، الله يعطيهم الحق. نعم خويا، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، فصباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تي في. صباح النور للجميع، صباح الخير لكل المتابعين الكرام. شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول هذا الارتفاع القوي اللي كاين في ثمن المواد الغذائية متابعينا الكرام، كذلك ثمن البنزين ليسانس وصل 12 درهم متابعينا الكرام، بينما الغازوال 10 دراهم؟ فمتابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول هذا الارتفاع قوي متابعينا الكرام؟ فصباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام.
صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. حنوا فيها هبط الأسعار إلى كيبان إلى المحروقات كل شيء طلع. نعم تحية لك خويا يوسف، تحية كذلك خويا هشام يحيى إسماعيل، وتحية لكل متابعينا الكرام. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام، شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، كذلك ارتفاع ثمن البنزين ليسانس والمازوت؟ متابعينا الكرام، احمد كرام الصين وما ادراك ما الصين، تحيه لي خويا وتحيه لكل متابعينا الكرام. فصباح الخير للجميع، إذن متابعينا الكرام كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. شنو رسالتكم للحكومة الجديدة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ فاللوبيا الحمص كل شيء زاد الثمن، حتى المعلبات زادوا في الثمن متابعينا الكرام، بينما كذلك ثمن البنزين ليسانس والمازوت كذلك زادوا في الثمن. شنو رسالتكم للحكومة الجديدة؟ إذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر صباحي مباشرة من مدينة بن سليمان.